الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب، إلى صحيح البخاري، باب التطوع، من تطوع في السفر، باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات قبلها، والمعنى باب التطوع المطلق. هذا المعنى، المعنى باب التطوع المطلق. هنا قال: وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمرو بن عمر عن ثقات الأزبات، رواه له جماعة. قال: حدثنا شعبة، شعبة هنا هو شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أمير المؤمنين في الحديث من ثقات الأزبات، رواه له جماعة، عام من دينار، عن ابن أبي ليلى فقيه الكوفة. قال: ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود، غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال ليث: حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال: حدثني عبد الله بن عامر من ثقات الأزبات أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم النافع، قال: أخبرنا شعيب من ثقات الأزبات عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال: أخبرني سالم بن عبد الله وهو أثبت أنس بن عمر وفي قول أنه من الفقهاء السبعة، عن ابن عمر رضي الله عنه أرضان عبد الله 4 من 7 المكتين عن النبي الأمين، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومن برأسه، وكان ابن عمر يفعله. فذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يعني يتنفل، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومن برأسه، وكان ابن عمر يفعل ذلك ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاته ركعتي الفجر فهو حديث، في حديث قد لما ناموا في الوادي قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: من يحرس علينا هذا الليل؟ قال: أنا. قال: أنا. ثم نام حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أينما قلت؟ يا بلال، أينما قلت أنك تحرس لنا الليل؟ فقال له بلال: أخذ بي بروح من أخذ بكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخذ بروح من أخذ بروحك يا رسول الله. فقال: ارحلوا من هذا الوادي ففيه شيطان. ثم أمره فأذن فصلى سنة رغيبة الفجر ثم صلى الفجر. روى مسلم من حديث أبي قتادة وأبي هريرة بلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة. وصرح بذلك أبو داود في حديث عمرو بن أمية الضمري، نعم، في سنة أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى ركعتي الفجر قبل الغداة. وفي المستدرك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. من لم يصلي ركعتي الفجر، يعني فاته، أقام أو قام استيقظ فوجد الوقت على الضيق فصلى الفريضة، أو سمع المؤذن يقيم الصلاة فصلى ولم يصلي ركعتي الفجر يصليها بعد طلوع الشمس. ولو صلاها بعد صلاة الفجر صح ذلك، لأن النبي وهو يمشي رأى رجلا يصلي ركعتين فقال له: الفجر مرتين، تصلي الفجر مرتين؟ قال: لا، إنما هي رغيبة الفجر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم هانئ أيضا قالت بأن النبي صلى 8 ركعات، تقصد بذلك صلاة الضحى. كان النبي يغتسل وكانت فاطمة تستره بثوب فصلى بعد ذلك 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. وفي هذا الحديث أنها قالت: ما رأيت أخف صلاة منها. ففيه تخفيف النافلة مع إتمام الركوع والسجود. في الصلاة على الراحلة يكون فيها الإيماء، لأن ابن عمر قال كان يومئ، وفي حديث الليث أنه قال ينزل للمكتوبة، كان يومئ للنافلة وهو على راحلته حيثما توجهت به، وكان ينزل للمكتوبة. قال ابن المنذر: رؤيناه عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وابن عباس وأنس وأبي ذر وجماعة من التابعين،
وهو قول مالك والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وصححه ابن بطال، أنه ثبت عن الشارع أنه كان يفعله في السفر في غير وجه، كان يركب الراحلة ويصلي وتنفل عليها حيثما توجهت. إما أن يقال صلاة الضحى لا تصلى إلا في فتحة وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى ذلك ابن أبي ليلى، فهذا خطأ بين، بل صلاة الضحى تصلى وكان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاثة رب يحفظكم، فذكر من الوصايا أن يصلي الضحى، أوصاني بأن لا أنام قبل أن أوتر وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وروى الترمذي من حديث أبي بصرة الغفاري عن البراء قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 شهرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وذكر ابن بطال بلفظ سافرت معه 18 سفرة، وهو لفظ أبي داود. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن البراء يقول سألت محمدا عنه فلم يعرف اسم أبي بصرة الغفاري. وجاء عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم ما كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وورد أنه كان يتطوع قبل السفر في السفر قبل الصلاة الفريضة وبعدها، واختلف العلماء في ذلك. أنا قلت أن الجمهور قالوا له أن يصلي قبلها ويصلي بعدها، وقد ورد بسند صحيح عن ابن عمر، هم يقولون بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل يصلي الفريضة فصلى قبلها أربعا، هذا سند لا يصح. والذي صح عن ابن عمر وجزم به أن النبي ما كان يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، يعني ما كان يتنفل، كان يصلي قصرا. ولذلك ابن عمر نفسه لما استشكلوا عليه ذلك ماذا قال؟ قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لو تنفلت لأتممت. والحق أنه من صلى لا إنكار عليه، ومن ترك فهذه السنة وله أن يتنفل التنفل المطلق. وباتفاق العلماء أن النبي ما كان يترك الوتر وما كان يترك قيام الليل سفرا ولا حضرا. والجمهور يحتجون بحديث حجاج عن عطية عن ابن عمر، حجاج بن عطاء مدلس وضعيف، نعم، أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين، وقال حديث حسن وحديث ضعيف، الحديث صحيح ضعيف، والصحيح ما قاله ابن عمر، وأن النبي كان ما يزيد على التنفل، ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن الفريضة يقصر الصلاة. ولذلك هو نفسه قال لو تنفلت لأتممت، هذا هو الأفضل. وأما الحديث الذي جاءت عن تطوعي في الراحلة، حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صلاة السفر ركعتين وصلاة الحضر أربع، فكما الصلاة قبل صلاة الحضر وبعدها حسن، فكذلك صلاة السفر قبلها وبعدها حسن. والصحيح الراجح أن السنة ترك الصلاة قبل الفريضة وبعد الفريضة، وأن السنن الرواتب التي شابهت الفريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، لكنه كان إذا توجهت به الراحلة وسارت صلى عليها ما شاء الله أن يصلي حيثما توجهت، وكان لا يترك قيام الليل وكان لا يترك الوتر. أبو حنيفة والأحناف قالوا بالتفصيل، قالوا إن نزل فالأولى أن يصليها لأنه تكثير من الخير، وإن كان على راحلته فالترك أولى. قال هشام رأيت محمدا كثيرا يتطوع في السفر قبل الظهر وبعدها ولا يدعو ركعتي الفجر والمغرب، وما رأيت يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء ويصلي العشاء ثم يوتر. أما صلاة الضحى فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمانية، وقال بها ابن عمر، وقال أن الضحى السنة الصلاة فيها في السفر فقط. والصحيح أن السنة بأن صلاة الضحى تصلى، لأن عائشة قالت كان النبي لا يصلي الضحى وكنت أصليها، وأوصى بها أبا هريرة. والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم اكفني أربعا أول النهار أكفيك آخره. وقد قال كثير من العلماء التطوع قبل الصلاة وبعد الصلاة مشروع. قال الحسن البصري كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون ويتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، والنبي صلى ركعتي الفجر الرغيبة على الأرض، ففيها دلالة واضحة على أنه يجوز للإنسان المسافر أن يصليها على الأرض. لكن ما هي السنة؟ الكلام هنا ما هي السنة؟ الصحيح بأن السنة أن يصلي الفريضة فقط ولا يصلي النافلة المطلقة، وله إذا كان على الراحلة تيسيرا أن يصلي النوافل المطلقة دون أن يترك قيام الليل والوتر ودون أن يترك رغيبة الفجر، هذا بالاتفاق.
والأفضلية هنا في الفرق بين العلماء، الجمهور يرون الأفضلية أن يصلي النوافل كما هي قبل وبعد، وابن عمر ومن قال بقوله قال الأفضلية ألا يصلي النوافل الراتبة التي هي شبيهة بالفريضة، قال لو تنفلت لأتممت، هذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة من السنة الاغتسال والتستر عند الاغتسال، وكانت ابنته فاطمة تستر بثوب. جواز تخفيف النافلة والتكثير منها، جواز تخفيف النافلة والتكثير منها. فعل النبي تشريع، هذا الحديث صحيح البخاري. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.